السلام عليكم متابعين ديالي الاعزاز، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير بصحة وعافية ان شاء الله. اليوم جبت لكم هذا الكيك الغزال بنين لذيذ صحي مليون في المية، غادي يعجب الكبير والصغير. هذا الكيك اللي درته باليقطين اللي هي القرعة الحمراء كيف كنقولوا بالدارجة المغربية ديالتنا، وكنعرفوا اليقطين بانها مسموحة في نظام اللو كارب وفي النظام القليل الكربوهيدرات بالنسبة للناس السكريين وحتى الناس اللي متبعين الحمية ديال الكيتو. مسموحه لنا، ولكن دائما كنبقاو بالاعتدال، دائما خصنا ناكلو بالاعتدال. كنعرفوا بان اليقطين فيه في كل 100 غرام فيها 6.5 غرام ديال الكربوهيدرات. انا في هذه الوصفه درت 100 غرام ديال اليقطين، اذا انا حسبت ليها 7، ديما كنزيد شويه مع باقي دوك المكونات والبيض وداك الشيء كاع اللي درت. درت انا واحد الكيك اللي هو كبير، نتوما تقدروا ديروا غير نص الكميه الا بغيتي ديروا كيك صغير. كان عندي مجموع ديال الكربوهيدرات 24 في هذا الكيك، راه هو كيك كبير نتوما غتشوفوه معايا. منين قسمته القطع عطاني 18 القطعة، عطاني كل من حسبت كل قطعة جات فيها ما كاملاش 1 غرام ديال السكريات. اذا الا كلينا قطعة واحدة في الكوتي او لبين الوجبات غادي ناكلوها بلا انسولين، والحمد لله والشكر لله. نتمنى الكيك ديال الكيك اللي درت اليوم يعجبكم، ويلاه معايا باش نبداو الطريقة والمقادير وطريقة التحضير. ونبداو الوصفه ديالنا بسم الله على بركة الله. اول خطوة غادي نبداو بها هي غنشدو هذه القرعه الحمراء ديالتنا، هي هذه. من بعد ما بغيتي تبخروها نبخروها، من نسلقوها نسلقوها، انا سلقتها مع الطري مع عويد ديال القرفه. صافي، اول حاجه هي هذه باش غادي نبداو. غادي نديروها في هذا الكاس ديالنا. صافي، غادي نزيدو عليها هنا ياغورت طبيعي، هذا طبيعي، هذا فيه كربوهيدرات قليله، فيه 3.5 ديال الكرب. غادي نزيدوه عليها على هذه القرعه ديالتنا. كونوا اكيدين هاد الكيك راه كيجي زوين غزال، غير يعجب الصغار والكبار بحال ديما. صافي، وغادي نطحنوه، غادي نطحنو هاد الكرعة مع هاد الياغورت. صافي، ها هي بعد ما طحنات لينا القريعة ديالتنا. صافي، دابا غادي نخليوها هنا جانبا، وغادي ناخدو البيض ديالنا. فيها الصراحة مقادير بساط وزعما ساهلين، ما كاينش شي تعقدات. صافي، دابا هنا غادي ناخذو البيض اللي هما عندي هنايا 4 ديال البيضات. ضروري كندير لهم انا رشيشه ديال الملح. هادو 4 البيضات راه صغار، الا عندك كبار غديري غير 3. صافي، وغادي نطربوهم مزيان حتى يضاعف لينا الحجم ديالهم. صافي، هنا من بعد ما ضعفينا الحجم ديالنا ديال البيض، دابا غادي نشدو هاد الخليط اللي درنا ديال الياغورت والقرعه الحمراء، غادي نزيدوه على البيض ديالنا. نتوما كيف كتشوفوا نزيدو كله، عاد غادي نحرك من الفوق لتحت. صافي، دابا غادي نخلطو هكا من التحت للفوق، غير بشويه غير بشويه غير بشويه، نعطيوها شويه ديال الخاطر باش تجينا منفوخه وتجينا زويونه الكيك ديالنا. صافي، دابا غادي نزيدو بقيه المقادير اللي عندنا. عندنا هنا ملعقه هذه ديال بديل السكر اللي هو جوز الهند. انا غنقول لكم علاش وليت كنستعملوه هو بزاف، لانها هي ستيفيا عندي، وكنت فايته شرحها في واحد لا فيديو، ولكن الناس جداد، الناس اللي ما شافوش داك لا فيديو نعاود نشرح لهم باش تعملي الفائده وصافي. ستيفيا راه كاينه ستيفيا، ولكن ملي كاينين شي بعض ان كلشي كنلقاو مكتوبه ستيفيا ياكو، ولكن ملي كنمشيو للمكونات كنلقاو ستيفيا اللي هي العشبه ديال ستيفيا كنلقاوها هنا كاينه غير شي 5-10% 20%، ما عمرنا كنلقاوها فوق من 50%، قليل جدا فاش كنلقاوها 50% اكثر من 50%. دونك هذاك اللي شرينا هي مكتوبه فيها ستيفيا وهي راه ماشي ستيفيا، كتلقى المكونات فيهم غير سكرين،
ديكورانتي، وهذاك ماشي صحي لينا حنا السكريين نهائيا. هذاك الشيء مع المده كيدير لينا حتى هشاشات العظام. دونك علاش هذا ملي ما كنلقاش انا ستيفيا اللي فيها في مكونات فوق من 60% 70% ديال العشبه ديال ستيفيا ما كنستعملهاش وما كناخذهاش، لان ماشي صحه ليا. راه ما بقاتش غير في الاسم ديال ستيفيا، هذا واخا نشوفوا الاسم ديما نشوفوا المكونات. لهذا انا مشيت ديال جوز الهند، لان لقيت المكونات ديالهم انا صحي ليا وما كنديرش واحد الكميه كثيره ما كيطلع ليش السكر، وصحي مليون في المية على ستيفيا. علاش؟ هاني قلت لكم علاش. الا كنتو غتلقاو في المكونات 50 من 50 الفوق ديال العشبه ديال ستيفيا متفقه معكم ديروها، ولكن ملي كتقراي في المكونات راه ما كتلقايش كاع العشبه ديال ستيفيا، كتلقاي بعض المرات غير 10%. اذا هذه كلها غير سكرين. لهذا ماما انا واحد قلت زعما نشرح لكم وسط من الفيديو، وهذا الشيء اللي كاين. هذا الشيء علاش ما بقيتش كندير ستيفيا بزاف، ملي كنلقى ديك اللي ماشي هي هذيك ما كنديرهاش انا نهائيا. درت هنا بديل ديال السكر، غادي نديرو شويه ديال الفاني سائله، وغادي نزيد كانيلا القرفه، معلقه ديال القرفه. القرفه كتواتى مع القرعه الحمراء دي حنا عارفينها. درت هنا قلت تقريبا المهم على حسب انا كتعجبني القرفه، واحد نص معلقه درت ديال القرفه. عندي هنايا 8 غرام ديال خميره الحلويات، 8 غرام من خميره الحلويات هي درناها حتى هي صافي. فقط هادشي اللي عندنا. دابا بعدا غادي نحركو، عاد غادي نزيدو واحد 60 غرام ديال دقيق ديال اللوز انا غادي نزيد، وكل واحد كيزيد الدقيق اللي هو متوفر عنده، وطبيعه الحال يكون صحي ما كيطلعش لينا السكر، ما تكونش فيه نشويات. صافي كنبقاو بحال هكا نحركو. دابا غادي نزيدو صافي، غادي نزيد الدقيق ديال اللوز هو هذا. المهم اللي بغى يزيد شي دقيق ديال جوز الهند يديرو، المهم لكم الاختيار. انا درت دقيق ديال هذا ديال اللوز هو اللي غندير. هنا عندي 60 غرام، غنشوف الا ما كفاتنيش غادي نزيد، الا كفاتني صافي صافي، وغادي نبقى مع التحريك هكا من الاسفل الاعلى من الاسفل الاعلى حتى يتحرك ليا مزيان الخليط. صافي من بعد هانتوما حصلنا على هاد القوام. التوتال درت قلت 80 90 90 ديال الدقيق اللوز 90 غرام، ولكن راه عندي الكميه كبيره لان غادي نديرها في هاد المول. صراحه تشهيت هاد المول ديالنا اللي معروف عند كاع المغاربه. هذا دهنته بالزبده حيوانيه ورشيت عليه دقيق ديال هذا ديال اللوز. صافي دابا غادي نخبيو هذا الخليط ديالنا هنا في المول. الفرارة راني شاعله على 180 درجة غير من التحت. هنا الصراحه ما صورش، كان كيسحب لي كنصور. رشيت عليها شويه ديال القرفه منين درتها في المول، وزدت عليها هاد رقائق ديال اللوز. صافي وغادي ندخلوها للفرن اللي هو راه سخون، وديك الساعه ملي توجد الكيك ديالنا نعاودو نطلق. صافي ندخلوها الكيك ديالنا، وها الكيك ديالنا تبارك الله وكيطلع ما شاء الله. وهذا كان هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا، راه كيجي غزال نتوما حتى من الداخل، كيجي الصراحه اكثر من رائع.